ثاني موجز للأنباء لنهار اليوم. أهلا بكم. بداية، ندد حقوقيون زاروا مخيما مؤقتا للحراقة داخل ميناء إسكومبريراس جنوب إسبانيا بظروف المعيشية الصعبة وغير المناسبة بها. وقال موقع المهاجر نيوز إن الحقوقيين لاحظوا بالمخيم الذي يتواجد به الحراقة، أغلبيتهم العظمى جزائريين، وجود العديد من الأطفال والقصر الذين يعيشون في ظروف غير صحية، محاطين بالقمامة والجرذان والبعوض، ويركضون حفاة الأقدام. كما أن عناصر الشرطة والمهاجرين يعيشون بدون مكيفات هواء وتحت أشعة الشمس الحارقة. وفي الشهر الماضي تعرض مهاجر جزائري لهجوم جرذ عض وجهه بينما كان نائما على الأرض وفق ذات المصدر. وأضاف الموقع أن الوضع غير مرشح للتحسن في الأيام أو في المستقبل القريب، خاصة مع توافد المزيد من المهاجرين غير النظاميين من الجزائر. أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء إجبارية إجراء تحليل الكشف عن كورونا PCR بالنسبة للجزائريين المسافرين إلى فرنسا. وقالت الجوية الجزائرية في تغريدة لها على تويتر إن القرار يدخل حيز التنفيذ اليوم الفاتح أوت. قدر نصاب زكاة المال لعام 1443 هجري ب 816,000 دينار جزائري حسب ما أعلنت عنه وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وقالت الوزارة إن أصل النصاب هو 20 دينارا ذهبيا، وهو ما يعادل 85 غراما. ننتقل متابعينا إلى أخبار مغربنا الكبير وبتونس. قالت آخر إحصائيات وزارة الداخلية الإيطالية إن التونسيين يحتلون المرتبة الأولى من المهاجرين غير النظاميين الوافدين إليها، ووصل 7,170 تونسيا ضمن قوارب الهجرة غير النظامية إلى إيطاليا منذ بداية العام إلى غاية 29 جويلية المنصرم. يليهم المصريون ب 6,636 شخصا، ثم بنغلاديش، ثم أفغانستان وسوريا والكوت ديفوار. في ليبيا، أفادت وكالة رويترز أن 5 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 50 في ساعة متأخرة من مساء الأحد عندما اندلع حريق في شاحنة تنقل وقود الديزل إلى بلدة في جنوب ليبيا. وقالت رويترز إنه تم العثور على 5 جثث محترقة داخل أو قرب السيارات، مضيفة أنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى لوجود حالات خطيرة بين الجرحى، ولم يتضح ما إذا كان سائق الشاحنة من بين الضحايا. توفي المخرج السينمائي الجزائري ومدير التصوير نصر دينغلي في مخرج فيلم لم نكن أبطالا اليوم الاثنين عن عمر يناهز 79 عاما. وكان الفقيد قد اشتغل كتقني في الإذاعة والتلفزيون الجزائري ليواصل بعد ذلك الإخراج الوثائقي والروائي، التصوير، كتابة السيناريو وحتى الرسم الصحفي. وتعامل الفقيد كمدير تصوير مع كبار المخرجين الجزائريين في مساره السينمائي الحافل. إن لله وإنا إليه راجعون. بهذا الخبر نطوي متابعينا الموجز، ندعوكم للاشتراك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، ومتابعتنا على قناة اليوتيوب الخاصة بنا غاديو أم، ومتابعة أخبارنا على موقع غاديو-أم.نت ومغرب إيمرجون.نت. إلى اللقاء.